مرحبا بكم مرة أخرى. غندير ناخدو جوج ديال الرسائل إلى برج الحمل وبرج القوس مع بعض. برج الحمل، البداية ديال برج الحمل هي من 21 في شهر 3 والنهاية ديالو نهار 20 في شهر 4. ناخدو 3 ورقات رسالة إلى برج الحمل. برج الحمل، الحمد لله الأمور العاطفية بدات كتحسن عندك بواحد الشكل زوين، والشريك داخل بالنية إن شاء الله ديال الاستقرار معك. هذه للناس اللي هما ماشي مزوجين، اللي مزوجين كنشوف عندكم استقرار إن شاء الله، استقرار في العلاقة العاطفية رغم المشاكل، مشاكل يعني خصام وصلح، خصام وصلح. عندكم تيسير في الأمور المادية لكن ماشي ديك التيسير اللي انتم كتسناه. إن شاء الله غادي يتحسن عندكم الأمور من هنا للقدام. خليوا بالكم من الخدمة ديالكم، خليوا بالكم من العمل ديالكم يا برج الحمل، لأن عندكم تغيير في العمل وممكن يتغير فجأة، ممكن هذا القرار ينزل فجأة. خذوا نفس عميق وما تعصبوش، لأن الأمور كلها غادي تمشي مزيان غير ما تعطيوهاش شي رياكشن. أوكي، غادي تكون عندكم إن شاء الله شي جمع، شي لمع مع الناس اللي كتعرفوهم أو الأصدقاء ديالكم. حذاري من القيل والقال يا برج الحمل. علاش؟ لان الناس كيركزوا لكم على الهضره اللي كتقولوا، اي حاجه يقدر يقولها اي واحد دوز مرور الكرام، لكن نتوما بالضبط يا برج الحمل كتحسب عليكم الكلمه، فركزوا مزيان في الكلام. خدموا شويه ديال النفاق الاجتماعي لانه ولا بد منه مع الاسف. اوكي حبيباتي، تحياتي لكم، واخا كنشوفكم اموركم مازال ما مستقراش 100%. البعض منكم روحانيين، برج الحمل كيخدموا على تنظيفات طاقيه، كيخدموا او خدامين غادي يوليو كوتش ولا غادي يمشيو في المجال ديال علوم الطاقه، او كنشوفكم ليدرز لانه برج الحمل ما شاء الله بورن تو بي ليدر. الله يسهل لكم يا برج الحمل، وهذه هي رسالتي للحين لكم. تحياتي لكم، ولا عجبك الفيديو خلي كومنت وخلي ابوني معك. تحياتي لك. برج القوس، رسالة برج القوس اللي كيبدأ من 23 في شهر 11 إلى 21 في شهر 12، هذا هو التاريخ ديال برج القوس. ناخذ لك 3 ورقات. ما شاء الله عليك، الله يديمها عليك تألق يا برج القوس، لأن كان في ناس يهاجموك في طرف الخبز ديالك، كيهاجموك على باغين فيهم الدودة من جهتك يا برج القوس. كانوا باغين يدمروك، باغين يحطموك، قالوا لك هضرة. كاين بعض الإشاعات عليك انك انسان خايب، انك انسان كذاب، لكن ما غاديش ينجحوا ان شاء الله، وراك مستمر دائما في تألق وفي نجاح. ردوا البال من امرأة قريبة منكم يا برج القوس، حذاري حذاري حذاري. هاد الإنسانة ممكن تكون اختك، ممكن تكون صاحبتك، ممكن تكون مرتك، ممكن تكون شي إنسانة قريبة لك. غادي تكتشف الخداع وغادي يطيحوا الماسكات يا برج القوس من أقرب الناس اللي كانوا كيدعاو إن هما أكثر الناس غادي يساعدوك أو كيدافعوا عليك، فحذاري يا برج القوس. تحياتي لكم برج القوس، ردوا بالكم، خليوا عقلكم دائما خدام، ما تمشيوش تفكير بالقلب، لان كل ما خدمتوا الايموشنز كل ما نتوما كتزيدوا كتغرقوا. حذاري، ردوا البال وخدموا العقل. تحياتي لكم برج القوس.